أخبار على الحياة فهم. العاشرة ليلا هنا من الحياة فهم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد بأنه تم العبث مطولا بالتعليم في السنوات الأخيرة. تونس ترسل لسوريا وتركيا فرق حماية مدنية و14 طنا من الأغطية والطعام وحليب الأطفال. الاحتفاظ بمواطن قام بتعرية نفسه أمام أعوان الديوانة والإدارة العامة للديوانة توضحها. والتنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة في اعتصام مفتوح بمقر وزارة الصحة بداية من يوم 20 فبراير الجارية. إلى تفاصيل النشرة، حيث أوضحت الإدارة العامة للديوانة على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يوثق أحد الأفراد في وضع مخل بالحياء بصدد التصدي لأعوان الديوانة بميناء حلق الوادة الشمالية، بأن المعني بالأمر مواطن تونسي مقيم بالخارج يمارس بصفة غير رسمية نشاط نقل الأمتع والبضائع بين أوروبا وتونس. وأضافت إدارة الديوانة بأن المعني تنقل على متن شاحنته عبر ميناء حلق الواد خلال السنوات المقضية بمعدل 12 سفرة في السنة، وفي كل مناسبة يتم ضبطه ببضاعة ذات صبغة تجارية تتجاوز قيمتها ما هو مسموح به في إطار الامتياز الجبائي السنوي الممنوح للتونسيين بالخارج. وعند توظيف معاليم ديوانية على هذه البضاعة يتعمد المعني بالأمر إثارة الشغب وأحداث الفوضى قصد التأثير على عمل مصالح الديوانة، وقد كانت له سابقة مماثلة خلال سنة 18 و2000، وذلك وفقا لنص البيان الصادر عن الديوانة التونسية. وبيّنت الإدارة العامة للديوانة بأن المعني بالأمر وصل إلى ميناء حلق الواد الشمالي مساء الأحد 5 فبراير الجاري على متن شاحنته أو على متن شاحنة تحمل ترقيما أجنبيا. وأثناء إخضاعها إلى التفتيش الدقيق تفطن أعوان الديوانة إلى وجود كمية هائلة من المواد الغذائية متمثلة خاصة في علب الشوكولاتة وحلويات مخفية تحت عدد من الأدباش وعدد من الانطلاقة. وعند الانطلاق في جرد هذه البضائع تعمد المعني بالأمر التطاول على أعوان الديوانة وتهريج وإثارة الشغب أمام المسافرين، وأذنت النيابة العمومية للوحدات الأمنية بإيقاف المعني بالأمر وإحالته على العدالة وحجز 1042 علبة شوكولاتة مختلفة الأنواع والأحجام و20 علبة أجبان من فئة 400 جرام و15 كيلوغراما من القهوة ودرجتين كهربائيتين ودرجتين ناريتين وجهاز تلفزي. وذكرت الإدارة العامة للديوانة بأن توريد المواد الغذائية بكميات تكتسي صبغة تجارية يخضع وجوبا لإجراء التصريح الديواني والمراقبة الصحية. وفي سياق آخر، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم 2/6 فبراير الجاري بقصر قرطاج على اجتماع ضم محمد علي البغديري وزير التربية ومنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهنية. وتناول هذا الاجتماع مشروع النص الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إنشاؤه بمقتضى الدستور 25 جويلية 2022. وشدد سعيد على أن يكون التعليم العمومي هو الأساس وعلى ضرورة وضع تصور متكامل يشمل كل مراحل التعليم، فلا يمكن إصلاح مرحلة بمعزل عن المراحل الأخرى. وأكد رئيس الجمهورية على أن التكوين المهني مذكرا بأن تونس عرفت تجربة ناجحة في هذا المجال في السنوات 60 وبعدها، ولكن تم التراجع عنها والتقليص منها. وعلى صعيد آخر، تحدث رئيس الجمهورية عن الأنشطة الموازية للتعليم كالمسرح والفن وفن الخط ومناقشة جملة من الكتب والأشرطة، فتحسين الفكر بقيم الحرية والعدالة والوطنية هو أهم سد أمام التطرف بشتى أنواعه والابتذال بمختلف تصوره، وفقا لما قاله رئيس الجمهورية. وأشار سعيد إلى أنه تم العبث مطولا بالتعليم في السنوات الأخيرة، فصار مصير أجيال راهن قرار وزاري يتغير كلما تغير المسؤول عن الوزارة. كما ركز رئيس الجمهورية على الإحاطة بإطار التعليم وإعادة الحياة إلى دار ترشيح المعلمين ودار المعلمين العليا.
وفي علاقة بشأن الصحي، قررت التنسيقية الوطنية لإطارات وعواني الصحة دخول في اعتصام مفتوح بالوزارة وبوزارة الصحة ابتداء من يوم 22 من فيفري 23 أو 2000. وأكد التنسيقية في بيان لها اليوم الاثنين بأن قرار مكتبها التنفيذي الاعتصام بمقر الوزارة يأتي في إطار المطالبة بفتح ملفات الفساد، ومن أجل دعوة لإصدار قانون أساسية لعواني الصحة في شكل مرسوم رئاسي. وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية كافة عواني وإطارات وزارة الصحة إلى الوحدة والاستعداد للدفاع عن مطالبهم، منددة بما اعتبرته تلاكؤ من سلطة الإشراف في مكافحة الفساد. كما نددت التنسيقية بتكميم الأفواه، مما جعل المبلغين عن الفساد مستهدفين ممن وصفتهم بالعصابات والبارونات في قطاع الصحة، داعية إلى إنهاء كل أشكال التشغيل الهش بما فيها عقود إصدار الخدمات. وطالبت التنسيقية الوطنية لإطارات وعواني الصحة بالتحرك الجدي في كل ملفات الفساد صلبة وزارة الصحة عن طريق تفقدية رئاسة الجمهورية، ودعت إلى إنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية من الإفلاس. وفي سياق آخر، أمر رئيس الجمهورية قيس سعيد بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا على أن تتولى طائرات عسكرية نقل هذه المساعدات إلى البلدين الشقيقين، وذلك على إثر الزلزال المدمر الذي ضربهما صباح اليوم وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة. وأفاد مصدر مأذون برئاسة الجمهورية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تقديم تونس ليد العون للوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا وتركيا على إثر الزلزال الذي جد صباح اليوم، سيتم إرسال 14 طنا من الأغطية والطعام وحليب الأطفال إلى هذين البلدين الشقيقين. كما سيتولى الهلال الأحمر التونسي منح مساعدات للمتضررين. وأضاف المصدر ذاته بأنه سيتم توجيه فرق من الحماية المدنية التونسية إلى سوريا وتركيا، ودعوة الأطباء الراغبين في التطوع للتوجه إلى المناطق المنكوبة للمساعدة على تجاوز تداعيات هذه الكارثة. وعبر تونس في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية عن تضامنها التام مع أشقائها في كل من سوريا وتركيا واستعدادها لتقديم يد العون والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية. كما تقدمت تونس بأخلص التعازي وأصدق عبارة المواساة إلى عائلات الضحايا، وتجدر إشارة إلى أن زلزالا بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم جنوب تركيا، وامتدت اهتزازاته إلى شمال سوريا، مخلفا بذلك أكثر من 2300 قديلة في البلدين. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. قيس سعيد يؤكد بأنه تم العبث مطولا بالتعليم في السنوات الأخيرة. الاحتفاظ بمواطن قام بتعرية نفسه أمام عوان الديوانة والإدارة العامة للديوانة توضحها. والتنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة في اعتصام مفتوح بمقر وزارة الصحة بداية من يوم 20 من فيفري الجارية. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع السيدة ترابلسي في الإكسبور. إلى اللقاء.